ميزة السوبر سانكس ميزة جديدة يوتيوب ضافها لمنشئ المحتوى عشان أي حد يقدر يتفرج على فيديو معين وعجبه الفيديو ده يقدر يضغط على سانكس وبالتالي يختار مثلا 10 دولار أو 5 دولار يقدر يدعمك بيها، وبالتالي كده بيساعدك إن أنت تطور المعدات بتاعتك أو إن أنت تفضل تقدم المحتوى الفري اللي بتقدمه على اليوتيوب. وبالتالي اللي بيتفرج على فيديو معين عجبه الفيديو ده يقدر يدعمك مباشرة من خلال الفيديو، لو عجبه فيديو تاني في أي وقت معين تاني يقدر يدعمك برضو على الفيديو دوت، وبالتالي بيظهر قدامه انيميشن ويوتيوب بياخد 30% من ارباح السانكس ديت، وانت كمنشئ المحتوى بتاخد 70% من الارباح. وعشان تعمل انيبل او تخلي زرار السانكس دوت يظهر على كل الفيديوهات عندك على القناة، لازم انت اساسا تكون داخل في برنامج الواي بي بي اللي هو يوتيوب بارتنر بروجرام، اللي بيتيح لك تحقيق دخل من اليوتيوب من عن طريق طبعا عرض الاعلانات، وده معناه ان انت اكيد محقق ال 4000 ساعة مشاهدة وفي اخر 12 شهر و1000 مشترك على مدار الفترة اللي انت شغال عليها على القناة. فبالتالي انت دخلت برنامج تحقيق الدخل كده ممكن تبقى انت اليجابل او متاح لك ان انت تستخدم ميزة السانكس عندك على القناة. وفي الحالة دي هيجي لك ايميل على الايميل المرتبط بالقناة، هتلاقي هنا بيقول لك congratulation on being eligible for super chat، يعني تهنينا ليك ان انت مؤهل ان انت تدخل في السوبر سانكس. فهنا اهوت يو ناو هاف اكسس، ان انت دلوقتي عندك اكسس ان انت تدخل على السوبر سانكس، وهنا بيقول لك انيبل ناو، ها هتضغط هنا على انيبل ناو، او وانت موجود على القناه بتاعتك بتدخل. يعني انا اصلا دلوقتي على القناه بتاعتي اهوت، هوريك ازاي تدخل وتفعل الميزه ديت حتى لو ما جالكش الايميل دوت، ازاي تعرف ان انت مؤهل ولا لا. فبتيجي هنا من على صوره الافاتار ايكون بتاعتك وبتضغط على يوتيوب ستوديو، وبتيجي هنا من الايكون الخاص بالمونتايزيشن او تحقيق الدخل، وبعد كده بتدخل هنا بتضغط على سوبر، وبتلاقي هنا السوبر سانكس اهوت معمول ديم بس انت تقدر تفعلها. فهنيجي من هنا ونضغط على enable now، اهو دخلنا على المكان اللي احنا كنا موجودين فيه. كل اللي هعمله ان انا هفعل الميزة دلوقتي، اهو اتفعلت، وبالتالي هنا اهو ظهر لي super sanctus is now enable، وده معناها ان البطن هيبدأ يظهر على كل الفيديوهات اللي بتحقق الدخل من اليوتيوب. وبالتالي لو لسه ما جالكش الايميل او لقيت الميزه ديت ما اتفعلتش، فهي ميزه جديده وقريب جدا هتلاقيها اتفعلت وهيتبعت لك نوتيفيكيشن، او انت من وقت للتاني ابدا ادخل على المونتيزيشن وابدا اشوف الميزه دي اتفعلت عندك ولا لسه. وطبعا لو انت جيت على السوبر سانكس دي وعملت لها ديم، يعني شلت التفعيل بتاعها، اوريدي البطن ده هيختفي من على كل الفيديوهات اللي عندك في القناه. تعال نشوف مع بعض شكل القناه دلوقتي بقى عامل ازاي بعد ما فعلت الميزه. هضغط هنا على يور تشانل واضغط هنا على اي فيديو من الفيديوهات اللي عندي، هبدا الاقي هنا البطن هو سانكس ظهر، ولو ضغطت عليه هيبدا يظهر لي هنا ان انت ممكن تدعم المنشئ المحتوى دوت ابتداء من 10 جنيه هنا اهوت، وكل ما بتحرك بيبدا يظهر هنا 20 و50 و100، وزي ما انتم شايفين كل ما بتحرك بيزيد المبلغ، وايا كان المبلغ بضغط هنا على باي اند سنت وبيظهر هنا انيميشن لمره واحده في صفحه الفيديو للشخص ده. يجي بعد كده دورك انت بقى كمنشئ محتوى ان انت ترد على تعليقات الناس اللي عملت لك دعم وسبورت، وطبعا يوتيوب كمان بيخلي الكومنت اللي ظهر، يعني الشخص اللي دخل وعمل سانكس الكومنت نفسه بيبقى فيتشر او بيبقى مثبت وظاهر بلون معين في صفحة الفيديو. فانت كمنشئ محتوى لازم تدخل وتعمل طبعا ريبلاي على الناس ديت و تعمل هارت او تعمل لايك ليهم، وتبقى انت يعني بتعرفهم ان انت بتقدر المبلغ اللي هم دعموك بيه. فتعال نشوف مع بعض ازاي بقى تدخل على قسم التعليقات وتختار التعليقات اللي جايه من الناس اللي عملت سانكس عندك على القناه. هدخل من هنا من صوره الايكون بتاعتك وتدخل على اليوتيوب ستوديو، تيجي هنا من الجزء دوت على الكومنت او التعليقات، ومن جزء التعليقات هتيجي هنا من الجزء الخاص بفلتر، تختار من فلتر هينزل لك هنا اختيارات كتير ممكن تختار منها from super sanctus. وبالتالي طبعا انا لسه ما عنديش super sanctus، فالمفروض ان الناس ديت هتظهر هنا. طبعا في حاجات فلاتر كتير في التعليقات ممكن نبقى نتكلم عن التعليقات. كمان مهم تعرف ان انت لما فعلت الميزه دي البطن ده مش بيظهر على الفيديوهات اللي هي اللايف اللي انت بتعملها اللي هي البث المباشر، مش هتظهر عليها، او كمان الفيديوهات اللي هي بتبقى بريمير برضو البطن دوت مش بيظهر عليها.
طيب انا دلوقتي عندي قناه وجالي سانكس على بعض الفيديوهات، فحابب اعرف الفيديوهات الارباح ديت بتظهر فين في القناه. فلو انا لسه موجود في اليوتيوب ستوديو، فبدخل هنا على الاناليتكس، باجي من الجزء الخاص بالريفينيو او تحقيق الدخل او الارباح عامه في القناه، وبنزل هنا في الجزء اللي تحت اللي هو اسمه ترانزاكشن ريفينيو. الترانزاكشن ريفينيو دوت هو اللي بيبقى ظاهر فيه ارباح السانكس اللي جات لك، وممكن تتابع ارباح السانكس اللي جات لك على كل فيديو انديفيدوال، يعني كل فيديو على حده. طبعا بتدخل على الجزء الخاص بالكونتنت او المحتوى او المحتويات اللي عندك، وبتيجي على فيديو معين مثلا وتدخل على الفيديو. طبعا بتدخل هنا على الاناليتكس الخاص بالفيديو دوت، وبرده بتدخل على الريفينيو الخاص بالفيديو او الارباح اللي نتجت من الفيديو دوت، وبتلاقي هنا برضو الترانزاكشن ريفينيو الخاص بالسنتس اللي جت من الفيديو دوت على حد. يجي بقى دورك انت كمنشئ محتوى ان انت توضح للجمهور ان هم ممكن يدعموا الفيديو بتاعك لو الفيديو ده عجبهم، او ان هم حسوا ان هم استفادوا من الفيديو ده وساعدهم فعلا في عمل الحاجه ديت، فممكن يعملوا لك يضغطوا على سانكس ويدعموا القناه بتاعتك، زي بالظبط لما بتضيف رابط للافلييت وبتقول لهم ان رابط التسويق العموله دوت ان انت بتاخد منه سمول كوميشن او عموله من الضغط على الرابط ده، وبالتالي ده بيساعدك ان انت تعمل الفيديوهات الفري او المحتوى الفري اللي انت بتقدمه على اليوتيوب. في نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش أي فيديو جديد. قناتنا مهتمية بكل أخبار اليوتيوب وتطوير قنوات اليوتيوب. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.